فلما بدر طلع لايف من محطتين فنعتبر هذول العينه العشوائيه. الاعلام يقوم بدور الرقيب على الانتخابات الديمقراطيه بأجل تعزيز وتحريك النزاهه والشفافيه. اليوم نحن موجودين في وزارة الإعلام بدعوة من وزارة الإعلام لاستضافة الصحفيين في محافظة نابلس، وتم توجيه دعوة عامة لجميع الصحفيين والمكاتب الصحفية المعتمدة ووسائل الإعلام المختلفة في هذه المحافظة، حيث سنقوم اليوم بالحديث عن واجبات وحقوق التي يتمتع بها الصحفي داخل مراكز الإقتراع وخلال العملية الانتخابية بشكل كامل. سنتحدث عن ما يجب على الصحفيين فعله وعن ما لا يجب على الصحفيين فعله خلال يوم الاقتراع بشكل كامل، وسنتلقى استفسارات من هذه الفئات المختلفة إن كانت وسائل إعلام مرئية أو مسموعة أو حتى مكتوبة. أول شيء، الإعلام هو ركيزة الأساسية واحد ركيزة الأساسية في تحقيق الديمقراطية، وهون بيتي دور الإعلام كرقيب على الانتخابات من أجل تحقيق النزاهة والشفافية والديمقراطية. بالمقابل مطلوب من الإعلام توفير منصة للأحزاب وللأشخاص وللمرشحين حتى يدلوا بدولهم ويتواصلوا مع الجمهور. بالمقابل كصحفيين كعلاميين مطلوب منا كصحفيين كعلاميين كمؤسسة إعلامية الالتزام بمدونة السلوك للصحفيين، وهي هي اللي هي بتنص على الحياد وعلى الاستقلالية وعلى الدقة مع مراعاة حكم القانون.